ضيف غير مرحب به في جنازة الملكة إليزابيث الثانية. عنكبوت صغير ظهر على النعش لينضم إلى 2000 ضيف حضروا الجنازة الرسمية للملكة، إلا أن هذا الضيف طبعا لم يكن مدعوا، ومع ذلك فلقد كان أقرب الحاضرين إلى الملكة ووقف شامخا على نعشها. ولقد وثقت الكاميرا هذا الحيوان الصغير وهو يشق طريقه فوق نعش الملكة، حيث خرج من إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنغهام ليعود إليه بعد أن سجل حضوره أمام الملايين. ولقد ظهر هذا العنكبوت وهو يتحرك على رسالة كتبها الملك تشارلز الثالث، حيث وضعها على النعش ولقد جاء فيها في ذكرى محبة ومخلصة تشارلز. مشى هذا العنكبوت بأرجله الثمانية على كلمات تشارلز ليصبح بذلك أشهر عنكبوت في العالم الآن. ولقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذا العنكبوت، حيث قال أحدهم ساخرا: هل تمت دعوتك يا صديقي؟ فيما تضامن البعض مع هذه الحشرة قائلا: تخيل أنك عنكبوت في الحديقة وتنام في وردة وردية، ثم تستيقظ وتمد كل سيقانك الصغيرة لتدرك أنك فجأة في وستمتر أبي فوق نعش الملكة أمام زعماء العالم والمليارات من الناس. ولقد جاء في تعليق آخر: سبحان الله، عنكبوت فوق الأرض وديدان تحت الأرض. ولقد كان هذا العنكبوت من أكثر الأشياء التي أثارت جدلا في جنازة الملكة. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي.